طيب خلينا نبلش أول إشي بطاقتك يا برج الثور. خلينا نشوف شو هي طاقتك لهالشهر. نشوفك مركز أكثر في شخص بحياتك حاليا، أنت معجب كتير فيه بشخصيته. أيضا بتشوفه شخص كتير جذاب، شخص كتير جميل من الداخل ومن الخارج. الوضع اللي بينكم حاليا أو التشوش اللي بينكم حاليا عم يأثر على هالشخص أيضا، لأنه هو متوتر ومتشوش مش عارف ياخد قرار، لأنه عم يشوف إنه العلاقة ما فيها أساسات ثابتة، مع إنه في عنده عرض حب هون. وطاقته عم شوف إنه يعني هالشخص قلبه كتير كبير وبيحب العدل. ممكن تكون عم تتعامل مع برج الميزان أيضا، لأنه هالكرت بيتبع برج الميزان، فعم شوفه شخص بده يكون في عدل في العلاقة بينكم، ولكن هو عم يشوف ممكن العلاقة لأنه لسه في بدايتها للبعض منكم، ممكن هو بده نوع من الالتزام أكثر بالعلاقة أو جدية أكثر بالعلاقة. بالنسبة لطاقتكم المشتركة في المستقبل، يعني شو ممكن يصير بينكم في المستقبل، عم شوف إنه كتير عم تكتموا مشاعركم. مش عم تحكي say what you mean، يعني انت وهو في اشياء كثير بدكم تحكوا فيها ولكن مش عم تحكوا فيها، ف بده يكون في صراحة اكثر بالموضوع، بالحكي بينكم. بدك تعبر اكثر عن الاشياء اللي بتحسها. ايضا بشوف انه الامور رح تكون كثير ايجابية بالمستقبل. عندك the sun card، ورقة الشمس، هاي من أفضل الأوراق اللي ممكن تيجي. في بعض التناقضات راح تصير، في بعض تردد لسه راح يصير. Two of Swords، مش راح تختار، مش رح. في شخص راح يمر باختيار، أو أنتوا الاثنين راح تمروا باختيار لازم تختاروا منه. ممكن البعض منكم حاليا عم يفكر بأنه ينفصل أو يترك العلاقة، فانت عم تفكر تختار، بس ما بتوقع الاغلبيه منكم هيك، لانه عندك the sun card، عندك ace of wands، يعني عندك بدايات جديده. ايضا عندك wheel of fortune، تقدم وحركه اسرع. انتو عم شوف الاثنين ايضا عم تتذكروا اللي صار بينكم بالماضي، او عم تعود الى ذكريات بالماضي مع هالشخص. ايام ما كان الوضع بينكم كتير منيح، ففي عم شوف بينكم اشتياق كتير عالي. الشخص اللي عم تتعامل معه انت وحشته، يعني الطاقة المشتركة بينكم عم شوف انه بتتذكروا الامور بس كانت ايجابية في الماضي. عم شوف في حركة سريعة ايضا، نايت اوف سوردز، في حركة سريعة بينكم رح تصير. البعض منكم اللي مش عم يحكي مع حبيبه حاليا، شوف في تغير رح يصير بها الطاقة. ممكن رح ترجع تحكي مع بعض، ممكن البعض منكم رح يرجعوا يفوتوا بعلاقة مع بعض، البعض منكم رح يتصالحوا مع بعض، البعض منكم ممكن تمروا فقط بحكي يكون في نوع من التوضيح، يعني توصل إلى نقطة تكون فيها توضيح، لأنه في الماضي أو حاليا الطاقة اللي بينكم مشتركة فيها كتير كتير تشويش، متشوشين، وأيضا فيها صعوبة في اتخاذ القرارات. عم يعني شوف كتير فيها restrict، أو في كتير فيها قيود، ولكن عم شوف في أكتر بالمستقبل رح تعبروا أكتر عن مشاعركم لبعض، رح تحكي أكتر من أنت شو بتحس. هو أيضا رح يحكي لك أكتر، بالذات رح تحكي أو رح تعودوا بذكريات إلى الماضي لما الوضع بينكم كان منيح، وهالشي
هو رح يكون عامل مساعد بإنه يعيد الشرارة اللي بينكم أو يعيد التواصل اللي بينكم. طاقتك عم شوفك بطيء باتخاذ القرارات، في عندك تكملة من نوع ما رح تصير مع هالشخص، لأنه عم شوف إنه أنت في يعني في عندك عارض عاطفي بدك تقدمه لهالشخص ولكن متردد، مش عم تاخد قرار. طاقتك حاليا واقفة، مش عم تتخذ هالقرار. تواصل بينك وبين هالشخص عم شوف كويس، يعني في بينكم تواصل منيح أو في بينكم تفاهم منيح، يعني أنت بتفهم الشخص هو بيفهمك، ولكن أيضا عم شوف بعض مواليد برج الثور في أمامك اختيار معين، يعني أنت واقف أمام طريقين بدك تختار منهم أو شخصين بدك تختار منهم. ممكن تكون متردد أيضا باتخاذ القرار، ممكن عم تتعامل مع شخص جديد وشخص قديم ومتردد بأخذ القرار. بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك، عم شوف إنه هو أكتر مركز أكتر على حاله، مركز أكتر على كيف يطور حاله، ولكن من الناحية العقلية شخص كتير، الشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير متوتر، كتير مشوش، عم يحس أيضا إنه هو مجروح كتير. ممكن يكون في بينكم حديث صار أو إشي معين اللي كانت الطاقة فيه كتير نارية، وهالشخص يعني اتضرر من هالإشي أو توجع من هالإشي، لأني بشوفه مركز أكتر من على الناحية المادية. يعني طاقة بينكم، بشوف أيضا في حكي، ما في حدا بده يتنازل، بشوف الشخص اللي عم تتعامل معه ما بده يتنازل، أيضا في عنده شوي طاقة تلاعبية أو بيحب يسير الأمور مثل ما هو بيريد، أو بيحب ممكن ما يحكي لك أو ممكن ما يكون 100% صادق معك في حديثه مع الشخص، يعني ممكن في بعض الأشياء ما بيحكيها لإلك بصراحة أو يعني بشكل منفتح أكتر. عم شوفه بيشوفك أيضا من الناحية المادية، بيشوفك متمكن أكتر منه، وهالإشي ممكن بيكون يأثر على ثقته بنفسه هالشخص، لأنه عم شوف أيضا هو بيحب بيعطيك واجهة أو بيحب يبين لك إنه هو أفضل مما هو عليه، أو بيحب يبين لك إنه هو من الناحية المادية متمكن أكثر مما هو عليه. طب سبب الخلاف بينكم، إنه أو واحد من أسباب الخلاف بينكم، إنه في شخص حس إنه هو عم يحط مجهود أكثر بالعلاقة وبطل، يعني بطل في عنده القدرة يحط مجهود أكثر بالعلاقة، في وصلت إلى مرحلة سيلينج أوت، عم تحس إنه أنت ممكن أنت أو الطرف الآخر عم تحس إنه عم تضحي كتير في سبيل هالعلاقة، مش عم تعود إلى مردود أنت بتريده أو مفيد لإلك. أيضا في كتير أحكام أنتوا بتطلقوها على بعض، يعني بتحكموا على بعض بأشياء معينة بدون ما تفهموا الصورة الكاملة أو ليش صار هيك، يعني
بدون ما تعطوا فرصة أكثر لتوضيح الأمور بينكم. عم تحس إنه عم تشتغل بدون ما يعود عليك بمردود مثل ما أنت اللي بتريده، وسبب لك في صار تشويش بينكم. أنتوا الاثنين حاليا الطاقة المشتركة بينكم في تشويش عقلي كتير بينكم، وأيضا عم يتطلب الموضوع منكم. عم شوف أنت عم تتحكم بحالك كتير، عم تتحكم بتصرفاتك كتير، الشخص عم يتحكم أيضا بتصرفاته كتير، ما بده يبين أو يحس بنوع من الضعف، فأنت عم تحاول تتحكم بقراراتك وباختياراتك ومشاعرك تجاه الشخص بطريقة كتير عالية. الصورة المكتملة اللي بدكم إياها، اللي هي عم شوف أنت وهو الطاقة المشتركة بينكم، بدكم تكونوا مع بعض، بمعنى إنه بدكم تكونوا أسرة مع بعض، ولكن في أحكام بينكم عم تطلق أو اتهامات، أو في حتى شك وغيرة ممكن بينكم عم تأثر على تحرك وتطور هالعلاقة. خطوتك بالمستقبل يا برج الثور، عم شوف رح تمر بتحديات، أو رح تمر في شخص بحياتك، ممكن في أشخاص عبدها اهتمامك أو عم تطالب باهتمامك، يعني بأي طريقة ممكن تحس إنه الشخص اللي أنت عم تتعامل معه ممكن يستخدم ألاعيب أو يستخدم تلاعب بالحكي لحتى يجذبك أو لحتى يمشي الأمور مثل ما هو بيريد، لأنه في شخص هون عم يستخدم بالذات إذا كانت امرأة عم تستخدم طاقتها الجسدية لحتى تسير أو تمشي الأمور اللي مثل ما هي بتريد، فعم شوفك ممكن يأثر عليك الموضوع، ولكن أيضا بالمستقبل عم شوف في عندك تغيرات جذرية بنفسك، بحالك، بشخصيتك أكثر، في عندك تقدم أيضا، ممكن تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء، أو ممكن في المستقبل مثل ما حكيت لك يكون في عندك قرار أو اختيار بين شخصين بدك تختارهم، أيضا ممكن تكون عم تتعامل مع برج السرطان أو برج مائي، لأنه هالكرت بيتبع برج السرطان، ولكن الشخص اللي عم تتعامل معه في غموض بينكم كتير عالي، في ما في حدا عم يحكي بالمشاعر الحقيقية. بتوقع أنت الشخص اللي تكتم أكتر على مشاعرك أو ما بتحكي أكتر، لأنه في عندك القمر هون يرمز إلى secrecy أو غموض أو كتم للمشاعر، فبتوقع أنت ما بدك تعترف لهالشخص أو ما بدك تحكي معه، أو ممكن تكون مستني إلى إنه هو يقوم بالخطوة هاي مش أنت. خطوة الحبيب أو الشريك المستقبلية، الشخص اللي عم تتعامل معه عنيد، عم شوفه عنيد، ما بيحب الأمور تتسيء، أو مش عقليته مش منفتحة تماما، ما بيحب يتقبل انتقادات أو آراء أخرى من أشخاص أخرى، شخص كتير متحفظ، أو شخص عنده فكرة ومبدأ العلاقة، شخص جدي عم شوفه بيطالب بأنه يكون في التزام بالعلاقة أو يكون في جدية بالعلاقة، لأنه